بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله بتحية الإسلام أحييكم مشاهدينا الكرام فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته ما زلنا مع نساء من رمضان ومع خلق الحبيب ومع جمالية طبيعة تونس محلة تونس محلة طبيعتها محلة نسمتها محلة جمالها محلة بحرها محلة ناسها قادرين ان يكونوا باذن الله عز وجل نكونوا افضل الناس وتكون تونس احلى البلدان ونكونوا احنا قدوه لكثير من البلدان باذن الله عز وجل كيفاش هذايا بحاجتين الحاجه الاولانيه ثقتنا في, قتنة في ربي وتجديد علاقتنا معه سبحانه وتعالى والنقطه الثانيه العلم والجد في بناء هذه البلاد من جديد كان ناخذوا هذه المعادله بحول الله نتميزوا كما تميزت برشا بلدان ما فما حتى بلاد ربي سبحانه وتعالى جعل شعبها متميزة على الأخرين هما قادرين يصنعوا حضارة والشعوب الأخرى مش قادرة تصنع حضارة لا ربي سبحانه وتعالى ما جعلش هكاك ربي جعل أسباب لبناء حضارة تتخذ هذه الأسباب تنجح ما تتخذش هذه الأسباب أنت المذنب الوحيد وأنت الفاشل الوحيد ما حتى عام الآخر خليك تفشل أنت رضيت لنفسك أنك تكون مجتمع متخلف فقط أحنا قادرين نصنع التاريخ أحنا فقط قادرين نغيروا واقعنا احنا فقط قادرين نبني مستقبل لوليداتنا افضل من المستقبل اللي عشناه احنا واللي عاشوه أب... و واللي عاشوه اجدادنا طيب شنو الخلق نتاع اليوم خلق مهم جدا في بناء الحضر لانه يتعلق بدرجه اولى بطريقه التفكير كيفاش انا ننظر للاشياء كيفاش ننظر للكون كيفاش ننظر للمجتمع كيفاش مفهومي للدوله كيفاش مفهومي للمجتمع؟ كيفاش مفهومي للطرف الثاني؟ اللي هو قال عليه النبي عليه الصلاه والسلام النساء شقائق الرجال. كأني الان نبدا يتوضح الخلق. هو خلق النبي عليه الصلاه والسلام في تعامله مع المرأة. خلق النبي عليه الصلاه والسلام في تعامله مع المرأة بصفة عامة. ونقصد المرأة هنا ما نقصدش زوجاته. لأنه احنا موضوع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام موضوع آخر لكن احنا الآن نحب نتحدث على علاقة النبي عليه الصلاة والسلام وخلقه مع المرأة كيفاش ينظر النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة كيفاش كانت قيمة المرأة في فكر النبي عليه الصلاة والسلام هل فعلا أن المرأة كانت مضطهدة إلى هذا الوقت أن نتحدث عن المرأة العربية مضطهدة إلى هذا الوقت وحررت الآن قبل مئة سنة فقط هل فعلا صحيح أنه الناس اللي عاشوا معانا في الزمان هذا هما اللي حروا المرأة وكرموا المرأة صحيح أنه الإسلام معتا حتى قيمة للمرأة ومع حتى قدر للمرأة صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام همش المرأة وخرجها من المجتمع وخرجها من الدولة وخرجها من السياسة صحيح أن المرأة في الإسلام عندها حتى دور صحيح أن المرأة في الإسلام دورها الوحيد أنها الكوجينة وغرفة النوم صحيح أن المرأة في الإسلام مهانة وما عندها حتى قيمة وما عندها حتى قدر برشا كلام نسمعوه، برشا كلام يقولوا إنه 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 أكثر من أهان الإسلام المرأة هو الإسلام. خلينا إحنا نشوفوا المسألة من خلال خلق النبي عليه الصلاة والسلام كيفاش كان يتعامل مع المرأة. نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وقت اللي جاء كانت المرأة توأد وهي حية، ف الذي يبشر بالانثى ظل وجهه مسود وهو كظيم كما قال القران يعبر القران يوصف الحاله التاريخيه اللي كانت موجوده المراه كانت منبوذه ويدفنها وهي حيه يدفنها بيديه وهي حيه حتى من القران عمل ثوره على هذه الظاهره اول ما بدا القران ثوره على هذه الظاهره حتى في القران المكي مش القران المدني واذا الموؤوده سئلت باي ذنب قتلت يلا ثوره النبي فائر على هذه العقليه المتسخه عقلية إهانة المرأة ودفن المرأة طيب جاء النبي عليه الصلاة والسلام ثورة ضد وقد المرأة جسديا فقط لا ضد وقدها جسديا واجتماعيا لا المرأة يزمها تكون حتى داخل المجتمع امرأة عندها دور كيفاش أحكينا كيفاش كلام صحيح تدخل فيه احنا قالونا راه هو المرأة ما عندها حتى قيمة في الإسلام وأن النبي عليه السلام كان كان مرأة مخرجها يعني ما عندها حتى يمكن حتى كي تصلي ما تاخذش نفس الأجر مثل الرجل شنو هي الحكاية بالضبط؟ رسولنا عليه الصلاه والسلام من اول الامور اللي عملها وعطى اهميه كبيره لها هي هذه المراه لان هي اول من امنت شكون اول امراه امنت؟ خديجه وهي اول من ضحت بنفسها من اجل هذا الدين ومن اجل بلدها اللي هي السيده سميه وهي اول من هاجرت في سبيل الله اللي هي رقيه بنت النبي عليه الصلاه والسلام زوجة سيدنا عثمان وهي أول من, من, من خرجت تقاتل في سبيل الله في أوروبا اللي هي السيدة أم حيرة وهي أول وزيرة صحة اللي هي السيدة رفيدة تحكي على وزارات الآن وتحكي على سفراء طبعا كانت عندنا سفراء نساء كانت عندنا وزراء نساء وكانت عندنا علماء نساء السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانوا الصحابة كبار الصحابة كيختلفوا في بعض المسائل يجيوا عند سيدنا عائشة باش يلقاو الحل عندها هذا اللي ربى النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة اللي رباها النبي عليه الصلاة والسلام رب امرأة عنده حرقة على بلادها النبي عليه الصلاة والسلام رب امرأة عنده حرقة على دينها أم أم شرايك شريك صحابية كانت من قبيلة الغفار بعيدة ياسر على مكة كانت تأتي إلى مكة وقد أسلمت وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وتحملت عبء عبء هذه الدعوة واعتبرت أن الإسلام جزء من حياتها واعتبرت نفسها هي مسؤولة على هذا الدين كانت تأتي من غفار إلى حد مكة وقال شنو هي تبيع يعني التاجر المتجول وتدخل لديار النساء تدق عليهم من دار لدار قال شنو تبيع لهم في الاقمشه وتبيع لهم في في وتبيع لهم في اللفاحات هي تدخل تبدا تدخل معهم تبدا تحكي لهم على الاسلام وتدعوهم الى الله عز وجل تحملت المسؤوليه حست ان الدين هذا جزء من حياتها وان الدين هذا غالي عندها تحركت خرجت من بلاد الى بلاد اخرى تنشر في دين ربي سبحانه وتعالى يا بناتنا يا بنات الإسلام يا بنات محمد صلى الله عليه وسلم يا بنات الدعوة الإسلامية تشعروا بنفس الغيرة اللي شعرت بها أم شريكة رضي الله عنها وأرضاها تشعر أن الإسلام جزء من حياتك عندك غيرة على الإسلام ماذا بيك تتحرك حتى أنت كي تعز هذا الدين وكي تعز هذا البلد وتعز هذا الوطن صحيح أنا متأكد عندي ثقة في بناتنا عندي ثقة في كل بنت اللي ما زالت في مقتبل العمر وقالت لا انا نرفض الا اني نلبس حجابي ونكون فخوره بحجابي، علاش؟ لانه موجود في القران، لانه ربي امرني بلباسه، لانه سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا وامر نسائه وامر بناته وامر نساء المؤمنين، وانا من نساء المؤمنين لا 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 انا يلزمني نتبع سيدي عليه الصلاه والسلام. طيب نلبس الخمار ونقعد في الدار؟ لا. نلبس الخمار ونكون متميزه في قرايتي كما كانوا الصحابيات، كما كانت السيده عائشه كانت عالمة. كما كانت السيده ميمونه كانت عالمة، كل زوجات النبي كانت عالمات. كلهم اخذنا منهم العلم، اخذنا منهم الحديث. رضي الله عنهن جميعا وارضاهن. نحب البنيه المؤمنة اللي تعتز بدينها، تعتز بخمارها، تعتز بتاريخها، تعتز بمجدها، تقول انا بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا مانيش منبته ومانيش منقطعه. أنا مانيش لوحة جايبها الواد أنا أنا ضاربة في عمق التاريخ أنا جدي الأول محمد صلى الله عليه وسلم نعتز به ونفتخر به هو اللي حررني كذبوا علي وقالوا لي فما شكون حررنا وشكون أعطانا حريتنا وشكون خرجنا من سباتنا عميق وجعلنا لا سيدي هو اللي حررني محمد صلوات ربي وسلامه عليه محمد اللي في مجتمع جاهلي خرج ألف امرأة قيادية نقول امراه قياديه كانت تقود في عهد النبي عليه الصلاه والسلام في مختلف المجالات في السياسه في الاقتصاد في الثقافه في الفن في في الاجتماع تخرجهم النبي اه حررهم سيدنا عليه الصلاه والسلام في مجتمع جاهلي متخلف عنده 1500 من سنه التالي كان يائد المراه النبي ثورة عظيمة عملها من أجل المرأة خلى المرأة هي العالمة وخلى المرأة هي التي تقاتل وخلى المرأة هي التي تموت في سبيل الله وخلى المرأة هي التي تبني حضارة وخلى المرأة هي تسوس هكذا كان يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام نعطيكم بعض الأمثلة كان النبي عليه الصلاة والسلام مقيل عند أم حرام صحابية جليلة زوجة سيدنا سعد بن عباد فمقيل وقام النبي عليه الصلاة والسلام مقيل يبتسم فقلت يا رسول الله بشرنا ما دامك تضحك ضحكنا معك يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ريت رجال من امتي ياخذون عرض هذا البحر هاي كالملوك على الاسره يا سلام يشبيهم ياخذون عرض هذا البحر يجاهدون في سبيل الله ماشيين باش ينشروا الخير للبلدان الاخرى باش يزولهم الثقافه باش يزولهم الاقتصاد باش يعلموهم كيفاش يعيشوا باش يعلموهم السعاده فقط يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم واحد يقول لك شنو دخلك انت امراه برشا الكوجينه نتاعك برخص طاليه صابون وتلاقينا بالمعون وتطيب الماكله وتلاقينا بالصغيرات صح ولا لا؟ مش هذه العقليه نتاعنا احنا انا تو في القرن العشرين القرن الواحد والعشرين مش كثير منا يفكر بهذه الطريقه كثير اكيد انا متاكد كثير يسمعوا فيه الان يقول ايش تخرط علينا نساء لا مش تخرط عليكم نساء بالعكس احنا نحب نساء تكون شريكه معاك في بناء حضاره راهو ربي خلقنا مش باش ناكلوا ونشربوا راهو ربي خلقنا باش نحطوا اليد في اليد الكلنا بنسانا برجالنا ببناتنا بشبابنا بشيوخنا بعلماءنا الكلنا اليد في اليد حتى نبنيوا بلادنا ونبنيوا هذا الدين من جديد ونعاودوا للدين عز ونعاودوا للدين المجد نتاعو طيب قال النبي عليه الصلاه والسلام قال انك منهم اي باش تكون منهم باش تخرج معاهم في عرض هذا البحر تعرف ما انت عرض هذا البحر راود نحكيو على مجتمع ايش في جزيره عربيه ما يعرفش البحر جمله والخافوا من البحر سيدنا عمر بعث رساله لعمرو بن العاص وقت فتح مصر قالوا اصوف للبحر عمره ما راه ومرات تقول نحب نخوض البحر مانيش خايف ندخل ما دام حاجه فيها دين وما دام حاجه فيها عزه وما دام حاجه فيها وطن وما دام حاجه فيها انسانيه انا مستعد نضحي ريتش خرج النبي ريتش حرر النبي عليه الصلاه والسلام قال لك قال لك تحرير تحكي عن تحرير بر على شنو شوف النبي كيفاش حررها هو اللي رجع لها ثقتها في, في نفسها هي قال باش تخرج معاه وعاود قايل النبي عاود قام يبعد مره اخرى هي يا ام عرام يا رسول الله يا سيدي يا حبيبي شبيك تضحك قال: «راهو رجال من أمتي يخوضون هذا البحر كالملوك على, الـ على, الـ على, الـ على الأسرة» قالت: «أدعو الله أن أكون منهم» قتلوا قال: «إنك من الأولين» يراه المسألة باش تتعدد والمسلمين باش يخرجوا هذا البحر باش سفن باش يبنوا اساطيل بحرية شوف روح الامل والثقة اللي بعثها فينا النبي عليه السلام ثم أمة عظيمة راكم باش بالبحر البحر باش تعملوا اساطيل باش تعملوا سفن باش تعملوا غواصات تحرك يا مسلم راك قادر تفعل ذلك سيدك بشرك بذلك وسيكون ذلك كما نكونوش احنا باش يكونوا غيرنا هما يفوزوا بهذا بهذا الفضل وبهذا الخير من عند رب العالمين اذا نتحرك احنا لعل ربي سبحانه وتعالى يسهل لنا امرنا ومات النبي عليه الصلاه والسلام ومحيره ما خرجش للبحر وجاء سيدنا ابو بكر ومات سيدنا ابو بكر ومحرم ما خرجتش وجاء سيدنا عمر ومات سيدنا عمر وجاء سيدنا عثمان ومات سيدنا عثمان وما خرجتش وجاء سيدنا علي الى ان جاء معاويه رضي الله عنه وارضاه وعمل الاسطول البحري وخرج جيش الاسلام الى قبرص جزيره قبرص ها نعم جزيره قبرص وخرجت ام حيرما قالت بشرى النبي عليه الصلاه والسلام وقتلت هناك رضي الله عنها وارضاها وماتت ودفنت في قبرص وما زال قبرها يعرف الى الان بقبر المراه الصالحه ريت كيفاش النبي عليه الصلاه والسلام كيفاش كان يتعامل مع المراه ريت الروح اللي ضخها فيها ريت في اللي في نفسها ان كثيره في تعامل النبي عليه الصلاه والسلام مع المراه رجع غرس فيها الروح من جديد قال احنا ماناش مجتمع ذكوري المجتمع الإسلامي مجتمع النساء شقائق الرجال يد في اليد من أجل بناء حضارة نحب بناتنا يفهموا هذا المعنى قيمتك وقدرك على لك سيدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم قيمتك وقدرك على لك القرآن الكريم قيمتك وقدرك على هالك رب العزة سبحانه وتعالى استمدي قوتك منه سبحانه واستمدي دستورك من القرآن وخلي قدوتك سيدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونحطوا اليد في اليد ولاد وبنات شباب وشابات رجال ونساء كبار وصغار من اجل بناء حضرتنا واحنا ما نفرقوش بين المراه والرجل صحيح ربنا سبحانه وتعالى اعطى دور المرأّة واعطى دور الرجل كمهمه من اجل الاستمرار في الحياه ولكن بناء الحضاره ما فماش فرق كيما المراه تكون استاذ الرجل يكون استاذ كيما المراه تكون حاكم الرجل يكون حاكم كيما المراه تكون قاضيه كيما الرجل يكون قاضي ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يحاول يجدد فينا هذه الثقه في انفسنا وكيفاش ننظروا للمراه كيفاش نربيو بناتنا كيفاش نتعاملوا مع انسانة كيفاش نتعاملوا مع المراه في الشارع كيفاش نفهموها المراه ونعطيوها قيمتها وكيفاش هي تعرف قيمتها ما تخليش روحها تتهان ولا تتذل حتى نبنيوا حضاره باذن الله عز وجل مشاهدينا الكرام لما يتبقى لنا الا ان نتوجه لله سبحانه وتعالى بالدعاء فنقول يا رب يا رب كما بلغتنا رمضان فاعتق رقابنا من النيران اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وعلمائنا واصحاب الفضل علينا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وحتى نلقاكم مشاهدينا الكرام في صحه جيده دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته